بايرام بيك، شو صار؟ في شي بخصوص قضية لا ساتمان؟ حياتي، بدنا نحكي كلمتين أنا وسيد بايرام. لا، أنتوا سمعتوا خبر مو منيح وما بدكم تخبروني شو صار. جيرين، ما في شي أبدا، خلينا نحكي شوي مع السيد بايرام لو سمحتي. تفضل. انت يلي اخذتي الملفات صح؟ صح طبعا، انا اللي اخذتهم. انت شو مفكره حالك عم تعملي؟ انا بس عم بحمي بنتي. بدك ترجعي الملفات وباسرع وقت كمان. ليش بدي رجعهم؟ يعني مشان تضلك عم تضايقني بافكارك السخيفه مثلا؟ رحت لعند هديك المره اللي بالسجن مو هيك؟ سالتها إلها كمان شو صار؟ عرفت شي؟ فهمت شي منها؟ شو يلي عم تخططي شوليا؟ ولا شي، أنا ما عم خطط لشي أبداً، أنا بس عم بحميها لبنتي وعم بحمي ابني اللي انحط بالسجن بلا سبب. هالقصص ما بتمروا علي يا ست شوليا. هديك المرة اللي معترة هلأ أو بعدين رح خليها تحكي. ابن هديك المرة اللي عم بتقول عنها معترة فات وهجم على بيتي بنص الليل مثل الحرامية وخطف بنتي وحاول يقتلها. لو انك كنت بشغلك بدل ما انك لاحق شغلات سخيفه مثل هي، ما كان ابني اضطر انه يقتل هداك الزلم الوسخ. انت ممكن تقولي لي شو بدك من الاخر؟ احكي بصراحه، انت شو بدك؟ شيرمين شمشيك بدي اياها تطلع من السجن. عن جد؟ شو عم تخرفي؟ منشان تطلع المرة اللي اسمها شيرمين شمشيك من السجن لازم تخفي أدلة هديك الليلة، وانت اللي رح تعمل هذا الشيء. انتي أكيد جنيتي. ما عنا وقت كتير يا بايرام منشان نتخانق مين المجنون ومين العاقل بيناتنا، ما هيك؟ اللي من إمتى انت بتاخد هدول الأدوية؟ من إمتى وانت عندك المرض؟ زملائك بالشغل اللي بمديرية الأمن بيعرفوا إنه عقلك بلش يخرب شوي شوي، وإنك بلشت تنسى كل شي يا سيد بايرام. شو رح يصير إذا عرفوا هالشي يا بايرام؟ عم تهدديني بمرضي؟ أي نعم. أنتي ليش بدك تطلعي هديك المرة من السجن يا شوليا؟ شو القصة؟ هاي القصة بالتحديد أنت ما دخلك فيها، بدك تخفي الأدلة أو لا؟ يا ريت تجاوبني بسرعة وإلا رح خبر الكل عن مرضك. ليكي، إذا مفكرة أني رح صير تحت أمرك مثل قبل مشان ما أخسر شغلي فأنت غلطانة. إيه، مو بس شغلك رح تخسره وحفيدك كمان يلي من ريحة ابنك. بتوقع انك مانك حابب تخسر اكثر حدا غالي عليك بحياتك. وهدول شو لهم علاقه بمراد؟ يعني مثل ما شفت قدامي انه كنتك خيال ما بتحكي معك، واكيد ما بدها انك تقرب من حفيدك. بايرام، انا بعرف خيال منيح، بعرفها من وقت اللي كانت طفله. اذا حطت براسها انه ما رح تخليك تشوف حفيدك فما رح تخليك تشوفه بحياتك. وإذا رحت على المحكمة ورفعت دعوى مشان الوصاية فالقاضي أكيد ما رح يسلم الولد لجده اللي بلش يخرب عقله شوي شوي، صح؟ إيه؟ لهيك فكر منيح وخبرني بقرارك بسرعة. هلأ بدي استأذنك لأنه في عندي شغل، لو سمحت. بايرام بيك، بايرام بيك، أمي صاير شي مو منيح بقضية ساركان وأنتوا ما بدكم تخبروني إياه يعني؟ جيري، ما في شي أبدا، مثل ما قال جنجو امبارح، ساركان رح يطلع من السجن من الجلسة الأولى، ما تحكي لي هم بنتي إيه؟